السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. الشرف بكم، رحب بكم وجمع الترحيب. اليوم احنا عندنا موضوع جدا مهم، هو معرفة الأغنية سمعيا بالنسبة اللي يريد يعرفون أو بداية معرفتهم للغناء. وهذه الطريقة هي جدا مهمة وضرورية جدا حتى يقدر يعرف من أي أغنية، لكن هذه تعتمد على كثير من الأمور. لا تنسون الدورات الموسيقية اللي هي اشتراكة 8 محاضرات شهريا وبسعر بسيط، وتقدرون تشتركون عن طريق الواتساب، تتصلون بها، موجود رقم الواتساب طبعا أسفل الفيديو، حتى نقدر نخلي جدول لهذا أو لهذه الدروس. أخواني الأعزاء، بعد إحنا ما عرفنا إنه النفس هو ضروري جدا عند اللي يغني، وأيضا هناك أكو قضية جدا مهمة اللي هي قضية إنه أنت بديت حسن صوتك، صارت الطبقة أوكي عن طريق الدروس طبعا، اللي أنت ما ممكن إنه تحسن نفسك صوتك بدون ما تعرف هذا الشيء. الطريقة المهمة بعدين راح تجيك، أنت شلون راح تعرف الأغنية؟ الأغنية تعرفها من خلال أشياء كثيرة. أول قضية تعرفها هي قضية أنه أنت تعرف السلالم، لازم كل مقام أنت تحفظه يكون أمامك شيء للمقام كاملة، مقام تمرين، وأيضا يجيك أنه تتمرن أكثر من مرة على المقام. يعني نفرض أعطيكم هو أبسط يعني مقام راح يكون عندنا، هو اللي راح يكون عندنا اللي هو الحجاز، وبالتالي الحجاز راح يكون أو هو يكون، أعطيكم عدد من الأمثلة. صوت لا، بس قبلها أنت إيش راح تسوي؟ راح عفوا تأخذ نفس عندك، ويكون عندك لا 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 لا، شوف فتح الصوت لا 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 تشوفون طريقة المفتاح اللي طلعكم وياي. يعني اكو رموز واكو مفاتيح للمقامات، هي انت لازم تعرفها ويعلمك عليها المدرس نفسه. يعني مثلا عندنا انت هذا شلون راح تعرفه؟ راح شو تقول انت؟ فيحتاجك انه تعرف المقام نفسه. يعني مثلا احنا خلينا نروح على الكورد مثلا،
Okay, fishing good. شنو رجعنا هيا ارتقل معاك وين رحنا للكرد او مثلا عندنا لازم تاخذ المفتاح يعني الحجاز ملامي بالعراقي وكل اخواننا بالوطن العربي كلهم يحبون اللامي العراقي يعني لا 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 اول ما تسمع هذا تعرف انت مقام الله. اتمنى فيديكم وان شاء الله لا تنسون اللايك والاشتراك اخواننا الاعزاء بهذه القناه واللي يحب يشترك بدورات انا حاضر. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.